معنا من بيروت روبير الفنان مروان خوري. مروان أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية، وشكرا لهذه التحية وكل هذه الأحاسيس التي على ما يبدو لم تغيرها كورونا. ماذا غيرت كورونا بمروان خوري؟ مساء الخير لإليك وللعزيز روبير. أهلا وسهلا. كورونا يعني وجدت لتبقى، وجدت لا تغير إشياء، وما بعتقد من باب الصدفة. أكيد أزمات كبيرة مثل هيدي بتحصل، وحصل وباء بالعالم بفترات كبيرة. لاحظنا السيء أنه من بعد 100 سنة نحن نفوت بشيء اسمه بانديميك هلأ، بس بعتقد أنا بشوفها إنسانيا أنه في رسالة منها، وهي لابد أنه تغير. قد تغير بشكل إيجابي عند الناس اللي قابلين للتغيير الإيجابي، وقد تغير بشكل سيء عند الآخرين اللي مش ممكن يتغيروا. بتمنى الإيجابيات تكون كبيرة، وبتمنى تغيرنا أفرادا وتغيرنا جامعات كمان. فنان شامل مرهف الإحساس، قدمت يعني أغاني لكبار الفنانين، اليوم تقدم هذه التحية لجنود مواجهة فيروس كورونا. رفع المعنويات اليوم هو واجب على كل فنان. مروان، مؤازرة اليوم كل الحالات الاجتماعية وتحديدا ما يحصل في بيروت وما يواجهه اللبنانيون؟ ما في شك بدك تبلش من ذاتك أول شيء، ترفع معنويات نفسك، لأنه العامل النفسي جدا أساسي بهالموضوع هذا، عدا الوقاية، وأن الواحد يعزل حاله تفعلا يكون عم يخدم حاله والبقية. نحن بلبنان الأمور الحمد لله يعني إلى حد ما بالنسبة للظروف اللبنانية، ونحن كنا مرئين فترة صعبة، وهيدي إجت إضافة كمان أنه العالم فعلا أخدي احتياطات إلى حد كبير. إن شاء الله الأمور تستمر هيك، بس خليني بالبداية أقدم فعلا التعاطف العميق الحقيقي لكل المصابين، لكل اللي عم بيعيشوا هالأزمة من جوا، لأنه كتير صعبة، لأنه صعبة مرضيا وصعبة نفسيا كمان. إن شاء الله الأمور يعني بأقل خسائر. أكيد أول شغلة حسيت فيها وتفعلت فيها وأنا عايش الحجر هيدا، أنه الناس اللي هني بالواجهة واللي هني عم يضطروا يطلعوا من بيوتهم تيقدروا يقدموا هالخدمات، شغلة كبيرة. وأهم شيء روبير بالموضوع هيدا هو أنا بؤمن دايما بالقضايا اللي ما فيها حدود ولا فيها يعني ولا فيها دين ولا فيها اختلافات ولا عرقيات. الموضوع هيدا كورونا هالقد ظالمة، بس كورونا عادلة. يعني غريبة انه كيف يجي الظلم مع العدالة، بس احيان احيان اذا بدك المساواة اكثر ما اقول، احيان المساواة اهم من العدل واهم من القانون، ساوت الكل. انا بهالموضوع حسيت انه فعلا الجسم الطبي، الناس اللي عم بيتحركوا هودي اللي عم بيكونوا بالصفوف الامامية وفعلا عم بيخاطروا هن الاكثر، بقى اقل شيء كلمة شكر. وأنا دائما فني ما بدخله بأمور إلا ما يكون فعلا حاسس فيها أنا، مش من باب المسايرة. الناس تسأل مروان كيف تمضون وقتكم في الحجر المنزلي، وما هي يمكن الفعاليات أو لربما الرياضات اللي تقومون بها خلال هذا الوقت؟ أنا بالمبدأ إنسان كسول، يعني الحجر ما كتير غير حياتي. تقريبا كل وقتي أكتريت وقتي أنا أقضي بالبيت، أنا بحب البيت لأنه هيدا المكان اللي بيطلع مني الأشياء الحقيقية، لأنه أنا مغني وبكون بحفلاتي، بس حقيقتي هي اللحن والكلمة. مستحيل أن تكون كسول مع هذه الغزارة الفكرية. مش دايماً إلى علاقة بالإنتاج، أحياناً الكسل جزء كبير من الإبداع، يعني بتعد أنت وحالك. ورح أقول شغلي أنه كورونا جبرتنا أنه نعزل حالنا، بس ما في عزلة قد قبل، يعني بعز العجقة بدون مبالغة، بعز العجقة والشغل والسوشيال ميديا كنا معزولين نفسيا، وبعتقد الكل عم بيحسوها انه في تواصل اكثر هلا، لانه التواصل دائما هو على المستوى الانساني، هو اللي بيخلق عمق بالتواصل. التواصل الاجتماعي او اذا بدك السوشيال ميديا هو الى حد كبير زائف، مع انه جدا انا برايي التكنولوجيا قدمت اشياء كريمة كتير وكانت كريمة معنا الطبيعة، بس طيب. نحن تعطينا بطريقة مختلفة. لمن يشتاق مروان خوري الآن في هذا الحجر؟ أنا أعرف جيدا يعني ما تقوم به مع كثير من الجمعيات الخيرية في بيروت، إن كان جمعية الأطفال أو حتى مراكز السرطان، وتحديدا جمعية لبنان أيد، ولكن يعني أريد أن أخذ منك إجابة لمن اشتقت. اشتقت لكل اللي بحبهم، بس اشتقت لبرا للشمس للحياة، اشتقت للحياة، اشتقت انه حريتي ترجع لي. نحن مقيدين هلا، وبس تكون حريتك معك بتصير عندك الخيار
انك تشوف اللي بدك اياه واللي بتحبه وانك تمنع حالك عن اللي ما بتحبه كمان. ماذا ستقدم جمعية لبنان ايد في هذه الحملة التي تقودها الان؟ هي جمعية انا مش بقيادتها ابدا، انا انطلب مني انه اكون معهم. دائما بحاول انه مينيموم شارك ببوست على السوشيال ميديا عندي، هذا اقل شيء بيقدر يعمله الفنان. يمكن هلا اخر هم انه نقدم شيء خاص فينا، بالعكس قدمت لهالجمعيه وفي جمعيات تانيين ورح حاول اقدم اكثر، والمساعدات الفعليه اللي بقدمها هي بتضل بيني وبين هالجمعيات او الاشخاص بشكل سري شوي، لانه مثل ما بنقول اذا بدك. هون السؤال مروان، ماذا تقول لمن ينتقد اعمال الخير اللي يقوم بها الفنانون اليوم؟ انا ما بقدر اقول لحدا ما تعمل هيك، لانه كل واحد له طريقته ورؤيته، يمكن هو بيعملها بهالطريقه وشكرا. انا برايي لكل انسان عم بيقدم، ما فينا ننتقص منه لانه عم بيقدم، بس انا شخصيا بقول لك انه لا، انا برايي عمل الخير هو عمل ذاتي، لانه لازم المكافاه تكون ذاتيه، والمكافاه الذاتيه هي اعلى من اي مكافاه بيقدم لها حدا تاني. شكرا جزيلا على المشاركه من الفنان مروان خوري الليله في مسار كورونا من بيروت. مع كل هذه الايجابيه مع مروان شانتال، شكرا مروان.